بدأت وزارة المالية أمس الأربعاء بتحصيل مستحقات ورسوم جميع الخدمات الحكومية إلكترونيا. سمحت المالية بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدا أو إلكترونيا حسب رغبة المواطن، لكنها قررت فرض الغرامة على السداد النقدي لأي مبالغ تزيد عن ذلك. وقالت الوزارة أنه يمكن للمواطنين استخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت، كما أنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة 6 أشهر بدءا من أول مايو الجاري من خلال بنوك حكومية. ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال. أهلا بك معايا دكتور وائل. وفي البداية، إيه اللي الحكومة بترجوه من قرار زي كده؟ أهلا بيك أهلا سلمى، وكل دكتور. سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب يا دكتور. هو في البداية طبعا الحكومة بتهدف إنها تحاول إنها تحول كل الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وبالبداية بتحاول إنها تحول جزء جدا من الاقتصاد اللي هو نقدر نقول عليها اليدوي إلى الرقمي، فبالتالي تحاول إنها تدخل النظامين دول مع بعض، تحصر الاقتصاد غير الرسمي عن طريق المعاملات بالفعل الرقمية، فبالتالي تقدر إنك أنت تعرفي مين النهاردة بيتقاضى رشاوي، مين النهاردة بيتقاضى أموال تحت الترابيزة وما شابه ذلك، عن طريق تفعيل كل الأدوات الرقمية كلها أو تفعيل بعض الحسابات البنكية من خلال هذه الكروت او خدمه الاي تي ام او خدمه الارصده الدائنه وليس المدينه، يعني احنا بنتكلم من كل العمليات اللي بيتم دفع بيها بارصده دائنه، وده بيدي نوع من انواع التحصيل الفوري في التوقيت مش اللي فتره السماح اللي هي بتبقى 55 يوم او ما شابه ذلك بالنسبه للكريدت كارد، او هم عايزين يتعاملوا بالديبت كارد فقط بغير، يعني تحصيل فوري في نفس اللحظه. اعتقد في التوقيت اللي احنا بنتكلم عليه دخول الحكومه انها بتحاول انها تخش بعمق جدا انها تفعل اليه بعض الكروت الخاصه بتاعتها من خلال البنوك الحكوميه مثل مثلا البنوك الرسميه الحكوميه المصريه او حتى ما بينهم بنك تجاري كبير، اعتقد انها عايزه تستحوذ على شريحه كبيره جدا من الريتيل الموجود في السوق اللي بيتعامل بالمبالغ الحره في التوقيت ده. فده اعتقد تفعيل لجزء كبير جدا من الخدمات البنكيه اللي موجوده للحكومه بعيد عن القطاع الخاص. بس الحكومة يا دكتور وائل هتعمل ايه مع المصريين؟ يعني دلوقتي الحكومة قالت ان هيكون اي مبالغ اكتر من 500 جنيه انت بتسددها وهتسددها بشكل نقدي هيكون في غرامة. طيب ما دلوقتي احنا عندنا قطاع كبير من المصريين ما بيتعاملش مع بنوك، ما عندوش كروت ائتمانية، ما بيتعاملش مع الانترنت، لا يعني وقطاع اخر كبير جدا امي بالاساس. الحكومة هتعمل ايه عشان تدمجهم في قرار زي كده؟ او بالفعل تقريبا الحكومه وفرت الكروت دي مجاني، يعني هيطرح تقريبا حوالي 2 مليون كارت من 6 اشهر ببلاش، فاعتقد المواطن اللي نجح ان هو يفعل الكارت اللي هو الخدش بتاع شحن الموبايل او خدمات الموبايل وما شابه ذلك هو قادر ان هو يفعل اليه زي دي. فاحنا بنتكلم ان الحكومه وفرت من خلال بنوكها الحكوميه واحد البنوك الخاصه الكبرى حوالي 2 مليون كارت لمده 6 اشهر مجانا تماما لتفعيل الخدمه الدفع الفوري او عن طريق الصرف الالي او ما شابه ذلك. ولكن اللي احنا بنتكلم عليه ان الحكومه المفروض انها توفر ايضا بعض الخدمات دي تبقى موجوده داخل الاماكن الحكوميه عشان يقدر النهارده المواطن اللي معاه الكارت لو الرصيد بتاعه اكتر يقدر يشحنه في نفس اللحظه دي عشان يقدر ان هو يكمل الخدمه بتاعته، انما الاماكن البعيده جدا من بين البنوك او الصراف الالي حتى مكان شهاده الخدمه الحكوميه اعتقد دي لوحدها هتدخلنا في يوم تقريبا تشحني ويوم تروح تدي وما شابه ذلك. وبالاخص لم يتم تفعيل اليه الانترنت حتى الان وهي مؤكله لفتره تقريبا احتمال يكون فتره تجريبيه او فتره بنقول ان ممكن ان النظام ينجح او عدم نجاحه، فاحنا بنتكلم تجربه ربما ان تفشل وربما ان تنجح، ولكن نجاح المصريين في التعامل مع كروت الشحن بالنسبه الخاصه للتليفون المحمول هو اللي بيجرأ النهارده الحكومه انها تقدر تفعل اليه زي دي او خدمه زي دي. لا بس اليه زي كده بس يا دكتور وائل كلنا عارفين ان يعني حتى التعامل مع كروت الشحن في قطاع كبير من المصريين بيتصل بالسنترال وبيقول له اشحن لي الرقم ده بالمبلغ الفلاني، او بيروح السنترال والسنترال نفسه هو بيشحن له الكارت ده بالمبلغ اللي هو بيقرره، يعني هو شخصيا المواطن مش بيستخدم يعني اللي حضرتك بتحكي عنه مش بيستخدم الوسائل دي بشكل سهل وبشكل سريع. اصل حضرتك احنا بنتكلم اللي هو الدفع للخدمات الحكوميه احنا بنتكلم من فوق فئه 500 جنيه، 500 جنيه دي هتلاقيها مصاريف كهرباء، هتلاقيها مصاريف ميه، هتلاقيها مصاريف مدارس، هتلاقيها مصاريف خدمات حكوميه فوق الفئه دي، انما الخدمات اليوميه بالنسبه للمواطن المصري بيتعامل فيها مع الدوائر الحكوميه شهاده الميلاد، شهاده الوفاه ما شابه ذلك دي حتى الان دي نقد كاش او على حسب رغبه
العميل او المواطن نفسه، ولكن احنا بنتكلم من فئه الخدمات اللي هي من 500 جنيه دي تمس المواطن بالفعل ذو فئه معينه، هو احد الافراد القادرين على ان هو يقدر ان هو يتحمل الكارت دي. وعندنا تجربه كبيره جدا، اصحاب المعاشات في مصر عندنا قرابه حوالي 9 مليون 600 الف دول بيتعاملوا بالفعل مع البطاقه الرقميه بالنسبه لقبض المعاش. عندنا نظام تكافل وكرم، عندنا حوالي تقريبا 5 مليون و400 الف اسره، ودول تقريبا طبقات فقيره ومهمشه. طب ده دكتور بردوال ده يفتح السؤال الثاني، هل عندنا بنيه تحتيه؟ يعني في شكاوي كتير من طوابير طويله جدا امام الماكينات دي في الصعيد مثلا. هي دي اهم حاجه حضرتك فكرتيها، احنا جربنا شفنا الديم اللي حصل بالنسبه لانظمه الامتحان بتاع الثانويه العامه، تيست مصر كله في الانترنت وقع، والسيرفرات كلها تقريبا يعني خرجت بره نطاق الخدمه. هي المشكله كلها انا بجهز النهارده الدوله انها تتعامل عن طريق شؤون ماليه او مجلس اعلى المدفوعات، ولكن البنيه التحتيه في مصر سواء انترنت او شبكه بنيه تحتيه حتى الان ما زالت ضعيفه، يعني ما اقدرش احمل النهارده طبقه كبيره جدا او كميه كبيره جدا من المواطنين يخشوا في نفس اللحظه في نفس التوقيت، وبالاخص ان احنا بنتكلم عن ايه ده كريستين لاجارد حذرت ان قالت 2020 من الممكن ان يحصل هاكرز على مستوى العالم بالكامل على القطاع المصرفي او المصارف بالكامل، فهل احنا بقى جاهزين ان احنا نحمي كمان انظمتنا من السرقه اللي ممكن يحصل لها اقتحام من الخارج او ما شابه ذلك؟ دي اللي عايزه النهارده قبل ما طلع قرار طبقا لتعليمات الصندوق النقد، عشان هو قادر النهارده ان الدوله او جزء كبير جدا من الدوله يخش في الشمول المالي وكل اقساط المصريين تبقى النهارده على تحت اعين بصر الحكومه وما شابه ذلك من بعض الاجراءات اللي بيتم تفعيلها في 2019 و2020. لازم نتكلم على شبكه البنيه التحتيه زي ما حضرتك اتكلمت فيها بالظبط، لازم نتكلم ايضا النهارده ايه وسائل الحمايه النهارده لتحميل ارصده المصريين وبيانات المصريين ومعلومات المصريين كلها بالكامل. دي حاجات مهمه جدا قبل ما نفكر النهارده ان الحكومه بالفعل هتفعل الاليه دي، عشان 75% من التداول بالعمله داخل الدوله المصريه هو من القطاع الخاص للحكومه او من الحكومه للقطاع الخاص. احنا بنتكلم النهارده الاهم من ده ومن ده، هل في حمايه للارصده؟ هل في النهارده بنيه تحتيه قويه جدا تقدر تتحمل النهارده اي توقيتات او اي ظروف مثلا زي اعياد او ظروف رمضان وكله بيسحب او بيقطع بيتم عمليه البيع والشراء او سداد بعض المصروفات في نفس اللحظه؟ انا عايز اوضح لحضرتك جدا، انا عندي معامله مثلا لما باجي بيحصل فيها ايرور بستنى قرابه 55 يوم، هل هفضل بقى مستني 55 يوم على المحفظه بتاعتي اللي موجوده داخل كارت الحكومه وفرته لي عشان اقدر ان انا اكمل المعامله، ولا افضل نايم جنب الخط لغايه ما اشوف يا رب تستبدد العمليه او تمشي او تقف او تصطلح؟ ما هي دي حاجات كبيره جدا، احنا بنطبق عشان احنا حافظين، انما ما بنطبقش عشان احنا فاهمين، احنا بنطبق عشان صندوق النقد الدولي طالب مني كده، انما انا مش بطبق عشان ظروف الشعب المصري طالبه كده او النهارده الدوله المصريه طالبه كده. هي بعض الاجراءات اللي لازم تفرض عليا قبل الشريحه الاخيره، اهم حاجه الشمول المالي، ابتدينا النهارده بنصرح، بعد كده موضوع تحرير البترول المحروقات 15/6، فالاليات دي كلها هي غطى النهارده لتمرير الشريحه الاخيره فقط لا غير، ولكن خلينا نقول هي تجربه من الممكن ان تصيب ومن الممكن ان تخطا، ولكن اعتقد لازم نتعلم درس كبير جدا من نظام الثانويه العامه لما حصل السيرفرات كلها بالفعل هنجت داخل الدوله المصريه، كان سقوط لشبكه الانترنت داخل الدوله المصريه، وما زلنا حتى الان يوم الخميس تقريبا ضغط على الشبكه تقيل جدا، شبكات الانترنت كلها في مصر كلها بتبقى تقيله جدا، فتره الاعياد والاجازات بتبقى الشبكه تقيله جدا، فهل هتتحمل النهارده تحويلات داخليه او تحويلات خارجيه؟ لان بعض الكروت دي بتقبل تحويل من الخارج للداخل، يعني ممكن حضرتك تحولي لي فلوس عليها من الخارج الى الداخل بالرغم ان انا مستغرب من غير اصلا يكون في حساب في البنك، ازاي هحول على كارت مباشره؟ مش عارف. هي التصريحات بتطلع فقط لغير لمجموعه من الحافظين وليس من الفاهمين، فاتمنى ان هم يعيدوا الدراسه وتكون التجربه دي على نطاق ضيق ثم بدايه تعميمها بعد نجاحها او بعد معالجه بعض التحديات اللي بتمر بيها. بنشكرك، شكرا ليك الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير اسواق المال، شرفتنا يا دكتور وائل.